بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أبنائي وبناتي الطلاب وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نصيحة جديدة من النصائح العشر قبل الامتحان، وهي نصيحة لا تترك. انتبهوا بقى، لأن الكلام اللي هقوله ده مهم قوي، لأن انتوا بيجي لكم نصائح كتيرة قبل الامتحان، بجد نصائح فظيعة، نصايح مدمرة للمستقبل، وللأسف الشديد انتوا بتستجيبوا ليها، لأنه طبعا ممكن يكونوا معظمكم مقصرين طول السنة. فيجي بقى النصايح، سيب الجزء التالي، لا تترك بقى، ما انا بقولك نصيحتنا لا تترك، هو بقى بيقولك اترك النصائح المدمرة ديت، سيب الجزء التاني في الأيام، مش مهم. هو بيجيب كده كده سؤالين، سؤال من الجزء الأول والجزء التاني، ده أول نصيحة مدمرة. النصيحة التانية المدمرة يقولك سيب موضوع قراءة، ما هو كده كده بيجيلك سؤالين في القراءة، فأنت تختار موضوع، وهقول ليه طبعا الكلام ده مدمر، ما تستغربوش، هقول ليه دلوقتي. إنك تسيب موضوع قراءة أو موضوعين، ده في ناس بتسيب الموضوعين كمان عادي يعني. كمان انك انت تسيب نص من النصوص المقررة، لان بيجي فيه نصين، فالناس بتمسك ورقة الامتحانية بقى ويبدأ بقى ايه يعني يخفف عنك، قال ايه يعني. طبعا انا هقول عاقبة الترك ده ايه، انك تسيب نص او تسيب درس قراءة او تسيب الجزء التاني من الايام، دي مسألة في منتهى الخطورة. او بقى النصيحة الاكثر تدميرا اللي يقولك ايه، بص بقى اللي جه السنة اللي فاتت ما بيجيش تاني، فانت تسيب بقى تشوف النصوص اللي جت السنه اللي فاتت ايه، وتشوف المواضيع اللي جت السنه اللي فاتت ايه، وسيبها على جنب وذاكر المواضيع التانية. دي بقى ياما ضحك علينا، وامتحانات ثانويه عامه موجوده على الملأ، وشوفوا كان بيكرر النصوص قد ايه، وبيكرر الاسئله، مش النصوص بس، ده بيكرر الاسئله. فاذا يا جماعه دي برضو من النصائح المدمره، انك تترك النصوص اللي جت السنه اللي فاتت. اقول لك ايه بقى، لا لا لا، سيب الحته دي، ده عمرها ما جت في الامتحان. يقول لك مثلا المقدمه بتاعت قصه الايام اللي هي السيره الذاتيه وتعريفها والكلام ده كله، اسباب كتاب طه حسين والنصائح اللي قدمها للمكفوفين، يقول لك لا لا لا، دي عمرها ما جت في الامتحان فسيبها. ما شاء الله، يعني تخيل كده، تعالى معلش نركز كده، اللي جه السنه اللي فاتت ما تذاكروش، واللي ما جاش قبل كده ما تطلعش عليه ما تذاكروش، وفضل ايه في المنهج يا جماعه؟ يعني اللي جه السنه اللي فاتت ما نذاكروش، واللي ما جاش ما نطلعش عليه ما نذاكروش، فضل ايه في المنهج يا جماعه؟ فدي نصائح مدمره بقول اهو، اوعوا تمشوا في ورا الحاجات دي. طالب ثانويه عامه يذاكر كل اللي هو مقرر عليه، يذاكر الاستشهادات بتاعه الادب، اوعى تسيب الاستشهادات بتاعه الادب. للأسف الشديد ناس برضو بتدي نصيحة مدمرة، أحد المدمرات لطالب ثانوية عامة، يعني سيب الاستشهاد في الأدب، ده ما بيجيش، ده عمره ما جه، ده بقاله سنتين ما جاش. يا جماعة هو كونه بقاله سنتين ما جاش يبقى مش هيجي؟ ما بيجيش، اللي بيقول كده بيكذب. مين اللي قال إنه ما بيجيش؟ أو يعني ما يعرفش مين اللي قال إنه ما بيجيش؟ طب بتفتح ثانوية عامة كده وتشوف كده، أقول له مستشهدا، مش عارف إيه مستشهدا، مش عارف يا جماعة مستشهدا دي اتكررت في ثانوية عامة كتير جدا. هو المنهج الجديد لسه هنقول يا ترى هيجيب الامتحان إزاي؟ فشباب ما تسيبوش اللي انا قلته عليه ده كله. استاذ طب ما هو ايه المشكله؟ ما انا لما ما بيجي موضوعين قراءه ما انا اذاكر موضوع. هقول لك ايه بقى المشكله، هقول لك انا بقى كل المشكله بقى اوضح لك بقى ليه النصايح دي مدمره. سؤالين القراءه لما بيجوا لك في ورقه الاسئله اخر السنه، جالك مثلا درس قيم انسانيه مثلا والعقاد، انت هتقول اه لا درس قيم انسانيه ده اللي مذاكره، ده انا طحنه اول السنه، ده ايام الحماس بقى ودخول عارف بقى الايام الاولانيه اللي كنت عايز تخش طب يعني، او سياسه واقتصاد يعني في اول السنه كده يعني، فكنت بقى بتذاكر بحماس وبتاع، فقيم انسانيه ده انت ايه، انت زي ما بيقولوا طحنه يعني، مش شايف في حاجه يعني. اه بس ممكن يا حبيبي بقى يجي لك السؤال بتاع قيم انسانيه صعب وفي اختياري رخي وما انتش عارف ده ايه ولا عارف، ممكن يجي كده. طب يبقى الحل ايه؟ انك لازم تحل السؤال الثاني اللي هو سؤال العقاد، ممكن يكون سؤال العقاد اسهل 100 مره من سؤال قيم انسانيه. فانت عشان كده بتعمل ايه؟ نوع من الامان، التغطيه يعني، انك بتحل سؤال القراءه الاولاني، وبعد ما بتخلص، بعد ما تخلص كل اللي طبعا اللي عليك والكلام ده هقوله وهفصله في الكلام على ازاي تتعامل مع ورقه الاسئله فيما بعد، لكن الحقيقه انك بتحل سؤال القراءه وتسيب السؤال الثاني، وتروح تحل السؤال اللي عليك، وبعد ما تخلص ارجع للسؤال اللي انت سايبه ده حله، علشان لو اكتشفت ان في حاجه غلط او حاجه ناقصه تقول الحمد لله انا حلل السؤال الثاني. ايوه بياخدوا اكبر درجه، ايوه بياخدوا اكبر درجه. بتحل السؤالين، هو امتى ما ياخدش او امتى ما يصحلكش السؤال؟ لما تحل السؤال نفسه مرتين. لكن انا مش بقول لك كده، انا بقول لك حل سؤال العقاد وحل سؤال القيم الانسانيه. فاذا يا جماعه مبدا التغطيه ومبدا الامان
مع احترام الوقت طبعا ومراعاة الوقت، ده مبدأ في غاية الأهمية. يا ما طلاب كانوا متأكدين من إجاباتهم وطلعوا لقاها غلط، سألوني أنا طلعوا لقاها غلط، وكان الحل أقول له إيه، حليت السؤال التاني يقول لي آه، أقول له طب راجع معايا يقول لي كده، أقول له الحمد لله، اسجد اسجد سجدة شكر دلوقتي إنك حليت السؤال التاني عشان ده نجاك من الغلطات اللي وقعت السؤال في الأولاني. طبعا نفس المبدأ في النصوص، لما يجي لك نصين وأنت بتحل النصين برضو بقول مع مراعاة الوقت، ان انا بحل الاول اللي عليا الاجباري وبعد كده لو فاض وقت بحل الاسئلة اللي هي اللي كانت اختياري دي. فلذلك يا شباب حل سؤال القراءة الزيادة مهم، حل سؤال النصوص الزيادة مهم. نيجي بقى لقصة الايام. قصة الايام دي انا بسمع فيها كلام بقى في منتهى الغرابة مفيش اي دليل عليه. طلبة كتير جدا يقول لك اه طب ما بيجيب سؤال من الجزء الاول وسؤال من الجزء الثاني، مين اللي قال كده؟ اه هو في بعض السنوات حصل كده. طب ما هو في بعض السنوات ما حصلش كده، يعني السنة اللي فاتت كان جايب السؤال في مصر في امتحانات مصر، اللي متابع للامتحانات جايب السؤال من الجزء الأول وسأله في الجزء الثاني في نفس السؤال. السنة دي في امتحان السودان جايب السؤالين من الجزء الثاني. إذن المغامرون بمستقبلهم دولت، وللأسف الشديد المقترحون عليهم إن هم يغامروا المغامرة ديت، مش عارف هيبقى شعورك إيه في اللجنة لما حد يقول لك كده وتلاقي السؤالين من الجزء الثاني وملكش حاجة عند الممتحن، لأن ده منهج هو يجيب لك زي ما هو عايز. فاذا يا شباب اوعوا حد يسيب الجزء الثاني في قصة، اصله تقيل يا استاذ، اصله رخم يا استاذ، اصله طويل يا استاذ، في علاج ليه، في 100 علاج ليه عندك، انا شرحه ان شاء الله رب العالمين على اليوتيوب هتلاقيه، والله باذن الله هتلاقيه يعني شرح يخليك فعلا تحس انك انت مرتاح له كده وتحس انك انت ممكن تذاكره، اسمها مراجعه الجزء الثاني من قصه الايام القراءه الذهنيه. انا يمكن عملت الجزء الثاني ده مخصوص لان عارف ان الشكوى منه، فعملت له خرائط ذهنيه، نزل الخرائط عندك تصفحها شوف الفيديو، انا شارح الموضوع ساعه واحده، ساعه واحده والله باذن الله هتحس انك انت قادر على مذاكره هذا الجزء. الهروب مش حل يا شباب، المواجهه، ما نغامرش بمستقبلنا، ما نسيبش اي حاجه من المنهج. لو سمحتوا مفيش حاجه اسمها الدروس اللي جت السنه اللي فاتت ما بتجيش، روح شوف امتحان ثانويه عامه كرر النص وجابه تاني مره، مفيش حاجه اسمها ان اللي ما جاش قبل كده مش هيجي. ايوه المقدمه بتاعه قصه الايام ممكن تيجي. ارجو يا شباب ما نتركش حاجه. كمان اخر حاجه اقولها لكم، معظم الاسئله بتيجي من اخر الدروس، اقول لكم دي برضو من ضمن من اسرار الامتحانات، ان الممتحن بيحب قوي يحط السؤال في اخر الدرس. يعني مثلا عندك درس قيم انسانيه اخر حته في الدرس، درس العلم في الاسلام اخر الاواخر الدروس دي، يا ريت تدوسوا عليها شويه، لان الطبيعي ان الانسان بيجي في الاخر وتبدا طاقته تقل شويه وتركيزه يقل شويه ويحس انه خلص. ده طبيعي ان الانسان ما بيكملش الحاجه الاخيره، فالممتحن بقى بيصطاد هنا بقى في نقطه الضعف دي، فتلاقيه يروح قايل لك سؤال من الاخر. طبعا الناس المتقنه لعملها ما بتسيبش حاجه انا عارف، لكن انا بوصي ابناء الطلاب ان هم اواخر الدروس ما يسيبوهاش، يراجعوها اسئله اخيره يراجعوها. والصبر، الصبر يا شباب، ان ذلك من عزم الامور، اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. فلازم ناخد الموضوع بقوه كده، نتوكل على الله. وصدقوني يا شباب اللي بيبقى نفسيته ان يا رب هعمل بس عيني، والله ربنا بيعينه، والله العظيم ربنا بيعينه. لكن الدخ انا مش هقدر، انا مش هعرف، انا مش هلحق، خلاص يعني من فمك ادينه، خلاص فقلك كده، انت بتقول مش هقدر ومش هعمل، يبقى مش هتقدر ومش هتعمل. فتوكلوا على الله يا شباب، وقول انا هقدر وهعمل، وقول يا رب واستعن بالله ولا تعجز ولا تترك شيئا، اياك ان تترك اي جزء في منهج. ابناء الطلاب ارجو ان اكون قد نبهتكم لامر خطير يقع فيه الكثير، فنجاكم الله ونجاني من كل شر وسوء. ابناء الطلاب الى النصيحه القادمه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.